مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من مصر. من مصر اليوم في أعالي مصر، من مصر اليوم في أرض الذهب، من مصر اليوم في أرض النوبة، أرض الشجون والبهجة، أرض الخير والرحمة، أرض الأجداد اللي دايما بنرجع لها لما بنحب نرجع لأصولنا، اللي دايما بنتذكرها لما نحب نتذكر الود والمحبة والأخوة. من النوبة النهاردة كلامنا عن مشاريعها السابقة والقادمة بمشيئة الله. مشاريع كتيرة اتقدمت لهذه الأرض الطيبة، ولكن إجراءات التنفيذ دائما تحاط بالتساؤلات، متى وكيف ومن المستفيد؟ أهل النوبة هم المفروض يكون المستفيد الأول من أي مشروع يتم في هذه الأرض، وهو التساؤل الأول: هل المستفيد من المشروعات القادمة بمشيئة الله هم أهل النوبة الطيبين الأخيار؟ وكيف يتم التشارك بين التنفيذيين ووضيع الاستراتيجيات والخطط لهذه الأرض الطيبة وأهل النوبة؟ والكثير والكثير من الموضوعات اللي حنذكر فيها هذه الأرض الطيبة بكل الخير. و يسعدنا أن يكون معنا في هذه الحلقة في استوديو من مصر الأستاذ الدكتور حمزة محمد الباقر، المستشار السابق بجامعة الدول العربية وأحد أبناء النوبة الغاليين. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بك أستاذ. ويسعدنا أن يكون معنا أيضا دكتور مصطفى محمد عبد القادر، عضو لجنة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة وخبير التراث النوبي. أهلا بحضرتك معنا. أهلا. ومعنا ومعكم دائما أستاذنا الأستاذ مسعد هركي، رئيس المؤسسة المصرية النوبية للتنمية، ويعني من أجمل المتحدثين عن النوبة وأهل النوبة في كل حلقاتنا السابقة عن أهل النوبة. أهلا بحضرتك معنا وأهلا بحضراتكم. أستاذنا الدكتور حمزة محمد الباقر، ما نقدرش حضرتك تكون موجود معنا ونتكلم عن النوبة كمشكلات، أو نتكلم عن النوبة كأهل أرض تم تهجيرهم، لأن النوبة لها تاريخ طويل وجميل ممكن يغطي على كل هذه المشكلات ليدرك الجميع ان خيرها اكتر من مشاكلها. فلو حبينا نتكلم عن النوبة تاريخا واصلا، ماذا يمكن ان نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النوبة الان تعيش بين الامل والالم، الالم نتيجة للاحداث التي تدور في الدولة المصرية وايضا من قبل، والنوبة تعيش في آلام شديدة جدا منذ أن بدأ الاستعمار الإنجليزي بعدته وعتاده، وحاول كثيرا هذا المستعمر البريطاني أن يؤدي إلى فصل مصر عن السودان من خلال منطقة النوبة، وأتى بعدته وعتاده وباستعماره، وعند خط عرض 22 درجة شمالا وضع الحدود بين مصر والسودان. نعم. وقسم النوبة، وهذا ليس مخططا وقت في ذلك الوقت، ولكن كان مخطط سابق لعملية فصل مصر عن السودان. وأين يكون هذا الفصل؟ يكون من خلال أرض النوبة. والسبب في هذا أن مصر في ذلك الوقت الذي كان الاستعمار فيه يطيح أو يده طول تطول كل أراضي أفريقيا، معظم أراضي أفريقيا، فكان هذا المستعمر البريطاني يشعر أن مصر بخصوبتها البشرية والسودان بخصوبتها الأرضية، إذا اجتمع هذان الاثنان معا فإن مصر والسودان خطر استراتيجي كبير. خطر استراتيجي، وستكون مصر والسودان معا دولة تأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي، ثم تأتي مصر والسودان قبل إنجلترا وفرنسا. وكان هذا مما ينغص الحياة على المستعمر الإنجليزي وعلى رأسهم السير وينستون تشرشل. فكانوا يعملون ده، وكان يعمل هذا وينستون تشرشل على أن لا تلتقي مصر مع السودان. وهذه الأمور كلها أتت حينما انتصر الحلفاء على دول المحور، وعقد مؤتمر يالطا في شبه جزيرة القرم على أن يتم عملية توزيع الغنائم، غنيمة الحلفاء
التي فازوا في الحرب العالمية أو انتصروا في الحرب العالمية الثانية. فكان من نصيب بريطانيا، تركت الآخرين، تركت تشارل دي غول فرنسا وتشان كاي تشيك الذي كان في ذلك الوقت يحكم فورموزا ولم تكن هناك الصين، وأيضا ستالين في الاتحاد السوفيتي وترومان في أمريكا، وهؤلاء الخمسة اجتمعوا في يالطا في شبه جزيرة القرم ليقسموا العالم. ترك تشرشل هؤلاء الزعماء كل يقتطع قطعة كبيرة، وهو طلب منهم قطعة، أصغر قطعة في الكعكة الكبيرة هذه. وهذه الكعكة أو القطعة الصغيرة دي إذا نظرنا إليها من علو نجدها أنها قلب العالم. أخذ مصر والسودان وشرق الأردن والمملكة العربية السعودية والعراق، هذه المنطقة هي تعتبر قلب العالم. ومن في السياسة الدولية ما يتحكم في القلب يتحكم في الأطراف. نعم. يعني سياسة التحديد ووضع الأقليات وهي سياسة قديمة ومخططة ويتم تنفيذها بحذافيرها دون أخطاء، ولكن المصريين دايما بيفاجئوا العالم. إن شاء الله المخطط إلى زوال بمشيئة الله تعالى، والبداية هتكون من عندنا في شمالنا وجنوبنا بمشيئة الله. اسمحوا لنا هنخرج لفاصل قصير نتابع فيه هذا التاريخ الجميل لأرض النوبة ونعود لاستكمال حواراتنا بمشيئة الله. النوبة من تاريخها الحضاري الطويل فأن تراثها الشعبي يتسم بالعراقة والثراء نظرا لما تتمتع به النوبة من التنوع، كما أن لها خصوصيتها التي تميزها عن غيرها في بقية أرجاء الوادي. ومن الطبيعي أن تتباين أشكال التراث الشعبي النوبي وتعبيراته، فمنها المباني والأثاث والفنون والحلي والعادات والأعراف الاجتماعية وغير ذلك. ويعكس الفن النوبي الخصوصيات الثقافية النوبية، ويتضمن رموزا تعكس دلالتها معتقدات شعبية وسحرية، ويظهر ذلك في الوشم والرسوم الجدارية التي تزين واجهات المنازل ومداخلها. وعن اللغة فإننا نجد أنه قد حدث كثيرا من الإفساد والتشويه في اللغة النوبية نتيجة لعوامل تاريخية تتمثل في نزوح العديد من المجتمعات العربية والإفريقية وغيرها إلى مواطن النوبة، حيث تم الاختلاط والتناسخ الثقافي عبر تبادل الكلمات نتيجة للتداخل الاجتماعي مما أدى إلى ذلك. ومن هنا يتبين لنا أن شعب النوبة من الشعوب العريقة والقديمة التواجد على الأرض التي وجدت عليها. وكذلك نستنتج أن تاريخ وادي النيل بني على قواعد محدودة، ويكون شعب النوبة إحدى أهم تلك القواعد التاريخية. النوبة سحر الجنوب،
هذا السحر لم يأتي من فراغ دكتور مصطفى محمد عبد القادر. في توليفة حضارية ثقافية لغوية متفردة في هذا الجزء من أرض مصر، أسس لحضارة والثقافة المفروض أن يبقى ليها انفرادها في الدراسة والتحليل والاستفادة. لو اتكلمنا عن هذه التوليفة السحرية في أرض النوبة ثقافة وحضارة، ماذا يمكن أن نقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. النوبة إقليم من 5 أقاليم بتتكون منها جمهورية مصر، زي ما بتقول حضرتك لها ثقافة متفردة كما لباقي الأقاليم. منطقة سيناء إقليم، الصحراوين الشرقية والغربية إقليم، البحري من مناطق السواحل إقليم لها ثقافتها الخاصة المتفردة. كذلك النوبة لها ثقافتها الخاصة المتفردة، نشأت لأن طبيعة المكان والزمان هي اللي بتنشئ هذه الثقافة. فطبيعة المكان في النوبة كانت طبيعة ساحرة فعلا زي ما حضرتك بتقولي، لأن ما فيهوش ما ينغص، نيل ونخيل وسماء صافية. من هذا نشأت التقاليد النوبية بتواصل الناس مع بعضها في منظومة متكاملة من العادات والتقاليد بتحكم حياتهم بما ترتضيه الجماعة وما ترفضه الجماعة تخرج عن نطاق التطبيق. في هذه المنطقة كان النوبيين يعيشون في وئام أمن وأمان، لم يحدث أبدا في أي منطقة رحل إليها النوبي وجد فيه الأمان اللي كان بيعيش فيه في منطقته. نحن فقدنا الكثير بالتهجير، فقدنا كل شيء، الأرض والنخل والزرع والممتلكات. فوق هذا كله لم يعنينا هذا، لكننا فقدنا عاداتنا وتقاليدنا وفقدنا ثقافتنا وفقدنا الأمن والأمان، لأن احنا رحلنا إلى منطقة غريبة في شمال أسوان محاطة بثقافات أخرى مغايرة لثقافتنا. وطبعا احنا المقيمين لهم ثقافة أصلية، وإحنا الوافدين بقينا ثقافة فرعية. تأثرت ثقافتنا طبعا بالثقافة المحيطة وبدأنا نفقد الكثير. أهم شيء افتقدناه الأمن. كانت المنطقة كلها تعيش في أمان، كل الناس بتعرف بعضها، أي شيء على الأرض محدش بيشيله إلا يجي صاحبه يشيلها. المحصول كان بيفضل في الأجران في الحقول ليومين وثلاثة، محدش بيمد إيده على حاجة. النهاردة الأشياء بتسرق من داخل البيوت والناس موجودة، مفيش ولا أمن ولا أمان. المحاصيل بتسرق من الغيطان. أصبح لا مكان لتربية ماشية ولا مكان لامتلاك شيء على المشاع في المنطقة. إلى جانب هذا بيقولوا إن المنطقة حدودية وبيمنعونا إن احنا نروح فيها للمنطقة النهاردة. أي المناطق دكتور؟ النوبة الكبيرة. منطقة النوبة القديمة اللي احنا رحلنا منها. هذه المنطقة كانت محظور علينا اللجوء منطقة إليها في أي وقت. محظور علينا دلوقتي احنا إن احنا نروح فيها إلا بتصريح، في حين إن احنا طول مدة وجود النوبيين هناك لم تكن هناك جريمة واحدة، ولم نعرف أبدا شيء عن الآثار ولا سرقة الآثار ولا التنقيب عن الذهب. وكل هذا استجد بعد رحيل النوبيين من المنطقة. كانت التنشئة الاجتماعية أصلا للطفل النوبي أنه لو لقى حاجة، لأن المعابد دي كلها كانت تحت رجلينا، لما بنلاقي حاجة جوعران ولا بنلاقي ذهب ولا حاجة من القابل وبنلعب بيها، كانوا بيقولوا نروح حطها مطرح ما لقيتها. لذلك التنشئة الاجتماعية للطفل النوبي أصلا نشأ في أمان وفي أمن، ولم يجرؤ أحد أنه يمد يده على أي حاجة إلا بعد رحيل النوبيين. قبل أي حاجة تانية، بعد رحيل النوبيين من المنطقة، روح يشوف النهاردة سرقة الآثار، التنقيب عن المعادن، تهريب السلاح، الدهب. كل شيء موجود هناك، كل شيء ممنوع موجود بقى هناك بعد رحيل النوبيين من هناك. النهاردة احنا بيقولوا منطقة حدودية وبيمنعونا احنا من ان احنا نروح هناك، في حين غير النوبيين مسموح لهم بانهم يروحوا هناك. لماذا لا اعرف. طب ما سينا منطقة حدودية، محدش بيسأل حد عن تصريح لغاية ما يروح بوابة طابة. ما السلوم منطقة حدودية، محدش بيسأل حد رايح فين لغاية ما يروح منفذ السلوم. طب ما احنا عندنا منفذ، لكن قبل المنفذ المنفذ في 65 كيلو. هذا الأمر مستمر إلى الآن، إلى اليوم. يعني لو تطرقنا للأسباب التاريخية والسياسية
اللي فرضها علينا مستعمر. نعم. لكن ايه اللي يفرض علينا هذا الامر في الوقت الحالي واحنا شعب ونحن شعب واحد؟ ونحن شعب واحد. نقطة يعني خليني ابدأ، اسمح لي استاذ مسعد هركي، بنص المادة 236 من الدستور والتي تكفل الدولة وضع وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق الحدودية والمحرومة ومنها الصعيد وسيناء ومطروح ومناطق النوبة، وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وفي أولوية الاستفادة منها مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي خلال 10 سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. وتعمل الدولة، نعم، وتعمل الدولة، نعم، على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال 10 سنوات، وذلك على النحو الذي ينظمه القانون. لما أقول إن أنا إلى الآن أمنع من دخول منطقتي القديمة، إيه السبب مع هذا البند؟ وفي نفس الوقت إيه هي الخطط الموضوعة والاستراتيجيات الموضوعة خلال 10 سنوات؟ ده كلام الدستور، ما زال نظريا. إيه اللي وضع في مجال التنفيذ؟ أنا شايفة دكتور مصطفى بيكلمني وكأن لم يحدث شيء، برغم إن إحنا وضعين الدستور بقالنا أكثر من عام ونص أو عامين. كلام لحضرتك أستاذ مسعد. أهلا بحضرتك. بداية أنا أحب أشكر قناة التعليم العالي وبحضور سيادتك في التقديمة بتاعت حضرتك، كانت تقديمة جميلة جدا ولها معاني كثيرة. أنا أحب أهل النوبة بخبرة شخصية ومعيشة حياتية طويلة في منطقتي. كلمة أصل مصر. نعم. ونحن اليوم في هنا مصر. نعم. فلما بقول هنا مصر، في ذكاء من المعدين اللي يجيبوا الدكتور حمزة الباقر، الدكتور مصطفى عبد القادر، وهذه قامات نحترمها ونقدرها، وإذا تكلموا يجب أن نستمع. فأنا سعيد بوجودي في وسطهم. إحنا لو بصينا كده هتلاقي جيل سبعينات، جيل ستينات، جيل خمسينات. لا، ذكاء من المعد. ثلاثينات كمان. ذكاء من المعد. ربنا يسعد حضرتك في عمرك وفي قامات. قامات موجودة بنفتخرها ونحترمها. نعم. ولهم اسم في نوبة مصر أو السودان، ولهم تاريخ، حضروا الهجرة في عدة، مش بس هنقول بقى ده، حضروا هجرة مصر والسودان زي الدكتور عبد القادر. يعني احنا انا سعيد بوجودي في وسطهم، وانا كنت جاي عشان اكون في وسطهم استمع، لان هم لو اشاء اتكلموا كفاية عليا ان انا استمع ليهم. عايز اشير للمادة اللي حضرتك اتكلمت فيها. احنا في اعادة تسكين، في حقوق ظاهرة للدولة، والحقوق دي موثقة وواضحة، واحنا لما بنقول في حقوق مش كلام، الدولة عارفة، وفي دراسات وابحاث ومواثيق بتثبت احقية اهالي النوبة من هجرة 1902 و13 و33 واخر هجرة سنة 63. من اجل ذلك كان يجب توضيح بمواثيق للدولة من الارض الواقع، من اهل النوبة نفسها، اللي هي نصر النوبة اللي فيها 105,000 أسرة، اللي تعداد سكانها 140,000، المفروض يكونوا 550,000، من مركز وبندر أسوان، من نوبيين هنا والأقصر. عشان كده لما بنتكلم مع مسؤول ومعني، المادة بتاعت الدستور بتتكلم عن الصعيد، سينا، نوبة، بتتكلم إعادة تسكين أهل النوبة في مناطقهم. الكلام ده توضيحه مش سهل، لازم يتحط فيه علامات، ولازم تتحط فيه داتا وقاعدة بيانات، مين اللي هيعود؟ إذا كان 1902 و13 و33 بيقولوا لا احنا قاعدين مرتاحين بس عايزين امتداد طبيعي للأجيال جنوب السد. هجرة 63 هي اللي فيها المشكلة والطامة الكبرى، لأن البيوت اكتشف عيب بيلوع على البيوت من سنة 68. الدولة لم تنشئ مصنع واحد فيها في ال50 كيلو. المنازل لما بتقع ده إهدار للمال العام، لأن البيت ال 162 متر بيكلف الدولة 250,000 جنيه، فده إهدار للمال العام. إحنا هنقول النوبة فادت مصر بأربع هجرات، وفادت مصر واتعمل مخزون مصر استراتيجي في المكان اللي هما بيقولوا عليه دلوقتي
بحيرة ناصر اللي هي بحيرة النوبة. لا، احنا عايزين تفعيل هذه المادة، عمل ورش لتوضيح، لان المادة عايمة شوية. بعد صراع بالظبط كده، لكن هي بالنسبه لنا الحمد لله رب العالمين نجاح، ولكن ما زال الكفاح مستمر، وبدا على فكره على ارض الواقع، على ارض الواقع جنوب السد العالي. عدم وضوح الرؤيه بالنسبه للتنفيذيين تعنت، ام عدم ادراك لنوعيه المشكله وتفاصيلها؟ لا، هم يعلمون تماما المشكله جيدا، واحنا وديناهم شرايط صوت وصوره، نزلنا 1000 كيلو وعملنا مسح شامل بتوقعات العمد والمشايخ، وتم تنفيذ اول مرحله 8 قرى جنوب السد العالي اللي هي وادي كركر، وانا جايب شويه صور ليها. تم تنفيذ اول مرحله، المفروض ان احنا يحصل فيها تنميه، لان الاربع سنين اللي فاتت كانت على مستوى مصر كلها ما كانش فيه تنميه، فليجب ان هي تتعمل ليها تنميه، وبدء في المرحله الثانيه اللي هي ابو سمبل الفرجوندي، واحنا دلوقتي شغالين مع المعنيين في الدوله عشان نبتدي المرحله الثانيه ويتعمل 8 قرى ثانيه. لكن هي في 6 مناطق، كركر، عمده والسبوع، السياله ومحرجه، داخل مشروع توشكا، ابو سمبل الفرجوندي، وادي الدان. من بعض اللقطات لاول مشروع تم تنفيذه، واحنا طبعا الدوله دلوقتي خصصت 5 ابدنه لكل منزل، باقي بس ان يتوصل ميه، ومحتاجين لتوصيل الميه 320 مليون جنيه، والمسؤولين في الدوله دلوقتي بيحاولوا يوفروا 320 مليون عشان يوصلوا لكل بيت 5 ابدنه. وده منظر البيت، 210 متر بالقباب، القباب النوبيه اللي هي مش حفاظا على التراث النوبي المتميز، بالظبط، اللي هي مش موجوده في نصر النوبه وقت الهجره سنه 63. جميع الخدمات موجوده، بس ينقصها يعني مدارس، صرف صحي، كهرباء، ميه، والبنيه التحتيه كله موجود، ومفيش مكان ينفع المعيشه فيه بدون بنيه تحتيه طبعا. بس انا بتكلم في ايه، احنا لما هجرنا سنه 63 ما كانش فيه الامكانيات دي، لكن ناقصها ايه، لازم يتعمل مشاريع صغيره وكبيره، عشان دي تبعد عن محافظه اسوان 18 كيلو فقط، نصر النوبه تبعد اول نقطه بلانه 48 كيلو، فدي اقرب كتير. تم تهجير قد ايه من نصر، من المنطقه؟ 18000 اسره يتبقى فيها الكثير؟ لا، ما فيش في المنطقه القديمه غير لا انا اقصد المنطقه اللي بتعاني من السقوط الابنيه والمشكلات، هجر منها قد ايه وتبقى فيها قد ايه؟ لا، هو اللي حصل ايه، واحنا بنتكلم، انا ما بقولش، انا اسفه كلمه مش هجر، اعيد نقل للاصل. لا، هو منها قد ايه، هو اللي مسبوق في ورق وجاهز 5221 اسره، بيقولوا عليهم مغتربين، لكن اللي ساقطين قدهم اكتر. لكن لما تيجي النصر النوبة الإحلال والتجديد الكلي والجزئي والترميمات، المفروض بدل ما يعملوها بمنطقة نصر النوبة تتعمل في الست مناطق اللي تم تحديدها، بدل ما يصرفوا عليها 250 ألف جنيه، لا تتعمل في، هي لا تصلح تماما بالظبط لإعادة البناء أو للصيانة، احنا عايزين نمشي منها. منظر التشطيب ده فين يا أستاذ موسى؟ دي كركر، احدى القرى اللي تم تحديدها لاعاده نقل اهل النوبه ليها مره اخرى، ودي كركر، البيت مساحته 210 متر بالقباب، حتى المطبخ والحمام بالقباب، واللي تم انشائها ومفخره لينا القوات المسلحه، وكانت حاجه نفتخر بيها، والناس اللي مقيمه حاليا هناك سعداء جدا. بس هنا كل بيت فيه ورثه 30 و40 فرد، عشان كده لازم يتعمل فك اسر، لان البيت ده كان المفروض يتسلم سنه 63، فصاحب البيت اللي هو كان يسلم اغلبهم توفوا، فاولادهم بيورثوا هذا البيت، فمين ولا مين هيقعد في البيت؟ فدي مشكله تانية، لكن مش هنتكلم فيها، ليها وقتها ان شاء الله. انا يهمني في الاول وفي الاخر مصر، حاليا بتعدي بمفترق طريق، فكلنا الان مصر زي ما احنا النهارده في هنا مصر. جميل. فرق شاسع ما بين إحساسنا في هذه الحلقة ومشاعرنا وكفاحنا بعد ثورة 25 يناير، عشان نحط رجلينا على الأرض ونقول إحنا لينا حقوق ولازم تتنفذ، لازم نشير لذلك، لأن أنا طبعا الحقيقة في معظم حلقاتي مع حضراتكم ومع أهل النوبة كنت بتلمس الإحساس بالظلم وعدم القدرة على توصيل الصوت ورغبة البعض في الخروج بعلو الصوت لخارج الدولة من كتر إحساسهم بالمهانة
والظلم، لكن الحمد لله أنا دلوقتي شايفة حاجة تانية خالص، ولسه هنشوف أكتر بمشيئة الله، لأن كل اللي يهمنا إن أبناء مصر في كافة المناطق الحدودية يكون عندهم إحساس بالرضا، لأن أنتوا أمان مصر. مش ممكن البلد دي هتحس بأمان زي ما حضرتك تفضلت وقلت زي ما أستاذ مصطفى قال إلا بحدودها وأمانها. دكتور حمزة، مش بس الأمر مش بس تاريخ وحضارة وحفاظ عليه، احنا كمان بنعيد وضع جذورنا في المناطق الجديدة. اتفضل اتفضل يا دكتور حمزة. على مسؤولين يعرفوا جيدا أن يعلموا جيدا أن النوبة خرجت من نطاق ما يسمى بالأقليم بعد غرق النوبة في مياه السد العالي. نعم. وهذا الغرق يعني إذا كان نوع من أنواع التخزين المائي والأمن المائي لمصر فكان يجب أن يوضع في الاعتبار حياة البشر، حياة البشر نفسه. نعم. وبعدين هناك كمان كان معلوما جيدا أن أقصى حد لخزن المياه في بحيرة النوبة 178 متر. ماذا كان يضير لو ارتفعوا كمان 3 متر يبقى 181 متر، وتبدأ الدولة في ذلك الوقت سنة 1963 أن تعود أو تعيد بناء بنية أساسية للنوبيين في نفس المنطقة. يعني حتى لو ارتفعوا 3 متر فوق من 178 ل 181 كان النوبيين سيظلوا في المنطقة، وكانت النوبة لن تخرج من نطاق الأقاليم. إنما النوبة ما كانش صوتنا بالعلو الكافي في الوقت ده. لا لكن كانت الإمكانيات موجودة، يعني الدولة كانت لا موجودة. أنا أقصد أهل النوبة. أهل النوبة يعني أين كان إحنا الفترة اللي اتبنى فيها السد العالي كانت فترة تحديات سياسية كبيرة جدا ودولية مش محلية بتواجهها الدولة بعد ثورة 52 وما قبلها. التحديات اللي كانت بتواجهها يمكن كانت أكبر من إنها تنظر إن إحنا أهل النوبة بنهجرهم جوه مصر، هم مصريين وإحنا بننقلهم من هنا لهنا. أين كان صوت أهل النوبة في ذلك الوقت؟ ولا كان موجود ولم يستمع؟ لم يستمع. كان موجود، كان موجود صوت النوبة. ودليل على وجود صوت النوبة أن العمد والمشايخ، ودي كمان من ضمن الحاجات، العمد والمشايخ حينما عادوا لقراهم ومراكزهم سألوهم الناس الأهل هناك أنتم شفتم البيوت؟ فقالوا أيوة إحنا شفنا، إحنا ما شفناش البيوت. يعني ما لم يذهب العمد والمشايخ إلى أرض النوبة في مدينة نصر، في نصر نصر النوبة. نعم. أو المركز. لكن اطمأنيتوا لشهادتهم بانهم استسلمتوا للامر على انهم هيقوموا بواجبهم على القدر الواجب. ايوه لكن للاسف الشديد العمد والمشايخ الرحله بتاعتهم من قراهم جاءت الى محافظه اسوان وفي مديريه اسوان في ذلك الوقت. وفي مديريه اسوان كان هناك الماكتات معروضه وموجوده، فطبعا شايفين البيوت على ارض الواقع، لكن على ارض الواقع لم نشاهد. وكانت هذه البداية في عملية النقلة. يضاف إلى ذلك السرعة في عملية التهجير عشان يفتحوا للبدء في المشروع، البدء في المشروع عشان وتعديل مسار النيل، تحويل مجرى النيل. نعم. فكانت هناك مآسي في عملية الهجرة دي كلها تحملها النوبيين، تحملها في سبيل المنفعة العامة لمصر. لكن على بعد هذه التضحيات كان على الدولة أيضا أن تراعي، أن تعمل جاهدة على إعادة النوبة إلى ما يسمى إقليم النوبة كما حدث في السويس. السويس حينما السويس والإسماعيلية حينما تم التهجير نتيجة لظروف الحرب عادوا إلى أماكنهم لم سالمين تخرج لم ولم تخرج يخرجوا لحدود أخرى، لم تخرج من نطاق الأقاليم. نعم نعم. لكن النوبة خرجت خالص من نطاق للأسف. دكتور مصطفى، إحساسنا أيضا إن إحنا مش بس تم تهجيرنا، إحنا تم منع الخير عنا. إحنا المناطق اللي ممكن نستفيد بيها استثماريا واقتصاديا بعيدة المنال عننا ويتم توظيفها لخدمة آخرين. رأي حضرتك في الكلام ده؟ لأنه ده اللي بيقال من أفراد أهل النوبة ذوي الوعي والإدراك وبعد النظر للأمور.
أنا بقول باختصار أن تعاطي الدولة مع حقوق النوبيين ليست على مستوى تضحية النوبيين. باختصار تعاطي الدولة مع حقوق النوبيين، وأقول الحقوق ليست مشكلات وليست قضية، لأن تصنيف 5223 أسرة كمغتربين أثناء التهجير سنة 62 في حصر نهاية سنة 62 وتركهم لغاية النهاردة بعد 63 سنة من التهجير، لم تسأل عنهم الدولة ولا عايشين فين ولا عايشين ازاي ولا خدوا بيت ولا خدوا أرض ولا أي حاجة. هذا حق في رقبة الدولة، حق مستحق في رقبة الدولة. تعاطي يعني سيء جدا مع هذه المطالب. البيوت المنهارة في المنطقة اللي أشار إليها الأستاذ مسعد وتغاضي الدولة عن معالجة هذه المشكلة، حق في رقبة الدولة. الأمن اللي احنا بنفتقده في القرى النهاردة، زي ما بقول لحضرتك إن القرى عايشة على الإعانات من أولادها في المدن، لأن البيوت خلت من تربية المواشي وحتى الدواجن أو امتلاك أي شيء، لأنها كلها بتسرق والمحاصيل كلها بتسرق. افتقاد الأمن وتجاهل الدولة وغيابها، غياب الأمن عن هذه المنطقة، حق من حقوقنا، حقوق المواطنة اللي الدولة ما ادتها لناش. بالإضافة إلى هذا، أشرت حضرتك في نص احنا الحقيقة معانا أستاذ مصطفى بعض الصور لبيوت نصر النوبة. يعني البيوت يعني صورة من الواقع عما تحكيه من حال. نعم، هذه التربة اللوس، تربة مفتتة. نعم. بالإضافة إلى هذا كنت بقول إن المشاريع، أشرت حضرتك في الجزء الثاني في الفقرة الثانية من الجزء من نص المادة 163 الفقرة الثانية، إن تعمل الدولة على إقامة مشاريع، على وضع وتنفيذ، وضع وتنفيذ المشروعات وإعادة تسكين النوبيين حول بحيرة ناصر. هذا نص يعني قاطع مانع. اللي قبليه بقى في النص الأصلي إقامة مشروعات تنموية لمشاركة أهلها والأولوية والاستفادة، أولوية الاستفادة من هذه المشاريع. هذا على الرغم من أنه منصوص في القانون نصا صريحا في الدستور. إلا أن في الأرض الواقع أقول لحضرتك أن هذا حتى مشروع توشكا اللي بيعملوا فيه ما بيعينوش فيه نوبيين. حتى المشاريع اللي بتوجد في 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 توشكا بنسحب لمحاولة الحصول على فرصة عمل وبنرفض، ولا كيف يفضلوا أبدا بيفضلوا غير النوبيين. ده بالعكس، غير النوبيين بيعملوا لهم بطاقات على عنوان مدينة أبو سمبل السياحية عشان يعتبروا من المنطقة وبيعينوا هناك، حتى في جمرك الجديد اللي بيعملوه، حتى في المنافذ الجديدة اللي بيعملوها، حتى المشاريع كلها لا يفضل فيها النوبيين، في حين ان الدستور بينص على ان الاستفادة، أولوية الاستفادة من هذه المشاريع لأهل النوبة. إلا بيخالفوا الدستور قبل ما يطبق، مخالفين للدستور قبل ما يطبق. السبب يا أستاذ مسعد، احنا بنتكلم عن واقع ومشكلة حقيقية بتواجه أبناء النوبة اللي خدموا مصر كلها من 63 وإلى الآن في المجالات كافة، من أعلاها لأدناها. ما أنا اختصرته لك في جملتين. نعم. تعاطي الدولة مع مشكلات النوبيين ليست على مستوى تضحياتهم. مشكلة ليه ما بتصدرش في جلساتنا ومؤتمراتنا مع التنفيذيين، واللي المفروض ان أهل النوبة يبقوا جزء من التنفيذيين، ولا مش موجودين؟ هو كلام. لكن عايز اشير لحاجه، هل هنسكت على ان هو كلام بعد الثوره اللي حضرتك قلتيها وبعد الثوره اللي قامت دي؟ لا، احنا مش هنسكت. في حاجات كتيره قوي، خلينا نتكلم في ارض الواقع. في ارض مصر كلها ما زالت كلام، لان لسه في فساد متفشي. في وساطه، في اولويات لا تراعي جانب مجتمعي وجانب اقتصادي، ده في كل حاجه في مصر. ما زلنا نعاني من مشكلات كبيرة جدا وفي كل القطاعات، وهو ده الكفاح المطلوب مننا كلنا، سواء في المناطق اللي عانت من الظلم، المناطق الحدودية ومنها النوبة، أو حتى داخل مجتمعاتنا المدنية. إحنا كلنا بنعاني منه وكلنا بنكافح وبنتحدى. إحنا أولوياتنا أو ميكانيزم تنفيذنا للي عايزين نوصل له إيه؟ يعني أنا مستغربة إن التنفيذيين ما فيهمش حد من النوبة عشان يتفهم الامر. انا لما اقعد اتكلم مع واحد من القاهره ولا من بحري ولا من سينا وهو موجود ضمن التنفيذيين اللي انا بتناقش معاهم، هيفهمني ازاي؟ فين التنفيذيين من اهل النوبه؟ ليه مش موجودين؟
ولا كمان بيتمنع توظيفهم؟ لا لا يعني نقطة يعني أنا مستغرباها، لأن هم الدافع الأول، المدافع الأول عن حضراتكم داخل الجهات التنفيذية. هو الحقيقة المناطق الهامشية في مصر ثلاثة مناطق، منطقة الهامشية في مع السودان، نعم، دي اللي هي النوبة، منطقة الهامشية الثانية مع ليبيا وهي منطقة سلوم، سلوم، والمنطقة الهامشية الثالثة مع غزة وال... نعم في سيناء، شمال سيناء. فهذه المناطق مناطق ملتهبة، نعم، ومن ثم تحتاج إلى وزارة خاصة تنفيذية تقوم على رعاية مصالح هؤلاء الناس وعلى حل مشاكلهم، ولن يتأتى هذا الحل إلا بعملية تنفيذية، تنفيذية من قيادة الدولة. وأظن في السودان أيضا المناطق الحدودية في السودان خاصة مع النوبة، الجزء الكبير من النوبة في السودان، النوبة في مصر التي غرقت 350 كيلو، إنما النوبة التي مستمرة إلى شمال الخرطوم اللي تم اقتطاعها، تم 150 كيلو اللي تم ومشت خشم القربة، هجرت وهجرت في مناطق صحيح كانت في البداية كويسة وكانت فيها مشاريع كويسة جدا، لكن مع الإهمال أصبح الحال مماثل لما فوق الحدود وتحت الحدود. النوبيين عاشوا في مناطقهم في بيئة مغايرة لكل مناطق شمال إفريقيا وجنوب إفريقيا. البيئة في النوبة خاصة المناخ، النوبة لها شخصية معينة، محاور شخصيتها فيها إيه؟ الفرادة، إنها منفردة، وبعدين التشكيل البيئي في المنطقة، يعني النوبة عايشة على النيل وضفاف النيل في المنطقة الزراعية اللي هي منطقة شريط ضيق، وبعدين النخيل، يعني بيئة معروفة محددة، وبعدين يضاف إلى ذلك لا في زوابع ولا في أعاصير ولا في أمطار تقيلة شديدة، سيول، معروف أن الإنسان دايما بيلجأ للاستقرار في المكان الآمن بيئيا وسياسيا وهذا وأمنيا، وهذا الأمن خلق الحضارة النوبية، نعم، هذا الارتياح النفسي خلق الحضارة النوبية. ومن ثم المناطق الملتهبة زي ما قلت بتحتاج إلى وزارة متفهمة ومدركة لظروف معيشة هذه الأقلية أو هذه المناطق هامشية الحدود. أيوة. بالنسبة لتوجيهها الوزارة هتجيب من النوبيين وهتجيب من بتوع سيناء المفترض وهو الصحيح، يبقى عملية تنفيذية رائعة. هو بالنسبة لل أنا ألخصت لحضرتك إن إن الدولة ليست على مستوى تأسيسات النوبيين، وهلخص لحضرتك برضو بصراحة بقى ده ما بنتكلم بصراحة أن الدولة ليست جادة في إعادة تسكين النوبيين في المنطقة. ليه؟ في ثمانينيات القرن الماضي أعطت الدولة الضوء الأخضر للنوبيين لإعادة تعمير المنطقة أيام السادات، ونزل الشباب النوبي في المنطقة وأنشأوا جمعيات تعاونية زراعية وزرعوا المناطق شرق وغرب. فين بالضبط؟ في منطقة الحدود اللي هي الحدود النهارده اللي احنا اللي بنمنع منها الست مناطق اللي ذكرهم الاستاذ مسعد. قبل قبلهم، قبل ده بكتير، على الحدود بالظبط الى الجنوب، نعم، على الحدود بالظبط مع السودان على خط، نعم، الحدود، نعم، قريه اسمها ادندان وقسطو، جمعيه زراعيه. هذه الجمعيه الزراعيه نزلت شركه مساهمه البحيره تزرع فيها 200 فدان بالري المحوري، والانتاج بتاعها وصل لرود الفرج، وكان بيباع داخل السودان في في حلب، اللي كان البحيره لجنوب مصر كانوا بيزرعوا هناك، والانتاج كمان بعيد كمان عن المنطقه، وكان بيغطي المدينه السياحيه في الغرب، انتاجهم كان بيغطي من الخضار والفاكهه المدينه السياحيه في الغرب في ابو سمبل. وانشات 22 جمعيه تعاونيه زراعيه، نزل الشباب النوبي وانشاوهم في شرق وغرب البحيره، وشغالين وبنوا بيوت وزرعوا، والدوله كانت بتساعدهم ايام السادات. مات السادات أغلقت كل الأبواب في وجه هذه الشباب، وخربت كل هذه المجتمعات، وهجر الشباب. استمرت جمعية البحيرة ولا هي كمان كانت من مش خراب كله. النهاردة كله خراب، انتهى كله، كل هذا انتهى. جمعية أدندان التعاونية الزراعية الشباب، يعني لأن كانوا بنين حوالي 85 بيت، وكان فيها مدرسة، وكان فيها مكتب بريد، وكان في نعم تجمع كبير، قرية كاملة متكاملة نشأت،
إنما بوفاة السادات انتهى هذا كله وخرب هذا كله وأغلقت الأبواب في وجه الشباب النوبي ورجعوا هيقعدوا يعملوا إيه. هذه واحدة. الثانية إن النهاردة لما أعيد الشباب النوبي برضو عايز يرجع تاني يعمر، قدموا أوراقهم عشان يعملوا جمعيات تعاونية، كل قرية ولا قريتين بيجتمعوا مع بعض وبيلموا فلوس من بعض جهود ذاتية. 44 طلب قدام المسؤولين النهاردة، حاصل على 18 موافقة ناقص موافقة واحدة لكل هذه اللي عشان تنشأ هذه الجمعيات. جهات أمنية؟ وافقوا جهات أمنية. وافقوا على جمعية واحدة اللي هي الجمعية القديمة بتاعت التعاونية، لأن يوسف والي ربنا يديله الصحة ألغى كل هذه الجمعيات بقرار واحد، قرار 43 سنة في 2002 ألغى كل هذه الجمعيات وصفاها بقرار واحد. أعيد النهاردة بجهود برضو ذاتية من الشباب النوبي إعادة إصرار إنشاء جمعية تعاونية عشان زراعة المنطقة الشرقية اللي هي قصة الوادندان اللي على الحدود، وبيعانوا لأن المعاكسات والعقبات أكتر من المساعدات. فأنا أقول لحضرتك أن الدولة ليست جادة، لأن الدستور بيقول بمشاركة أهلها، يعني أنهم ينشئوا مشروعات في المنطقة، مشروعات تنمية بمشاركة أهلها. طب ما احنا ابتدينا اهو. لو اعتبرنا ان الجهات الأمنية لها رؤيتها في هذه المنطقة الحدودية الجنوبية، لكن يتهيألي ما فيش اعتراض على الست مناطق اللي احنا شعارين ان الجانب التنموي والمشاريع فيها ممكن تمثل نقلة لأهل النوبة وشباب النوبة. هل برضو الجهات الأمنية بتتدخل؟ الجهات الأمنية هي اللي محددة الست مناطق ونفذت أول مرحلة، بس هو لولا قيام ثورة 25 كنا زماننا دلوقتي بدأنا في المرحلة الثانية. هي المسألة محتاجة، إحنا من سنة 1902 من بناء خزان أسوان إلى يومنا هذا ما خدناش متر جنوب السد. المتر اللي خدناه اللي هي كركر 8 كرة دي كانت بداية تبعد عن السد العالي 8 كيلو وعن محافظة أسوان 18 كيلو، باقي فيها تنمية وباقي فيها يبقى وراها الإحلال والتجديد ووراها فك أسر، وتبتدي المرحلة الثانية في أبو سمبل فرجوندي، لكن على أرض الواقع تم وتم جنوب السد ومن خلال موافقة الأمن، ومش هناخد حاجتنا كلها إلا من داخل مصر. هو ممكن تكون بقى لنا 114 سنة ما خدناش حاجة، فلما تلاقي ايام العهد السابق ايام حسني هو اللي بنى وايام مرسي هو اللي سلم، ففي الفتره دي ما كانش فيه تنميه، لكن اتبنى اتبنى في اراضي زراعيه في اراضي زراعيه، باقي توصيل ميه باقي توصيل ميه، باقي تنميه باقي تنميه، طب تم تنفيذ تم، طب يلا نبتدي في المرحله الثانيه والثالثه والرابعه والخامسه والسادسه عشان نشوف الكلام ده على الخرائط. يا ريت. دي بيوتنا القديمه على 350 كيلو وفيها ال 44 قريه ل 17,000 أسرة تم تهجيرهم على أربع هجرات 1932 و13 و33، وآخر هجرة كانت سنة 63، وأول منطقة كانت منطقة الكنوز من بعد خزان من بعد السد العالي. وحاليا بيسكن 8 كرة كنوز في المنطقة الجديدة، والمفروض المنطقة الجديدة 2000 بيت. الخطة المستقبلية الموضوعة موضوعة مش عشان بس فقط المقتربين ال 5221، لا دي موضوعه برضو عشان المساكن بتاعت الاحلال والتجديد بتاعت نصر النوبه، اللي عايز يسكن هناك بتطلع لجنه من المحافظه، بس لسه ما الكلام ده اشتغلوا وقت الثوره وبعد كده وقفوا، دلوقتي تاني بيشتغلوا، بتطلع لجنه تحدد انت محتاج احلال وتجديد كلي، المفروض ان انت تقول عايزه في مكانه ولا تروح هناك، يحدد هو عايز ايه، هو صاحب الشأن. ولو انت هتروح هناك ارضك اللي هي هناك دي في نصر النوبة هي تبقى ملكك زي ما انت لو انت عايزها لاولادك. اللي يمنع ان احنا يبقى فيه توجيه توعوي لسكان هذه المناطق. احنا ليه جينا في البرنامج وبنتكلم، وامبارح كنا في موجودين في برنامج تاني، وكل يوم بننزل على ارض الواقع مع اهلنا. دي خريطة مهمة جدا للست مناطق لاعادة تسكين اهالي النوبة وامتداد طبيعي لمركز وبندر اسوان. وبدأت اول مرحلة وخلصت، بس باقي فيها التنميه. طب يلا نبتدي بقى في ابو سمبل فرجوندي. احنا عارفين ان مصر على المناطق الحدوديه فيها مشاكل، ويجب ان احنا كلنا نقف مع مصر. حتى في ماده كانت نزلت قريب للثلاث اربعات 444 اللي هي بتقول في بعض المناطق الحدوديه مش ممكن يتحط فيها اهالي النوبه، هي مش للنوبه بس، هي على مستوى حدود مصر كلها. لكن احنا بنقول لمصر احنا كنا الهجانه اللي كانت بتحرس جنوب مصر، احنا فادينا مصر اربع هجرات، وللاسف
فعلا زي ما قال تفضل الدكتور مصطفى، قال مفيش توازن ما بين الدولة ومع اللي عملوه أهالي النوبة. احنا عايشين في محافظة أسوان، المحافظة فيها 1,350,000 نسمة، النوبيين المتواجدين هناك ما بين 30-35% نوبي. عشان كده احنا موجود معانا العبابده والجعافره واللوبيين، كلنا نسيج هذا الوطن، لكن بتختلف الثقافات. ودي برضو زي ما قالها ذكرها الدكتور، اختلاف الثقافات دي عملت فجوه واسعه بيننا وبين بعضينا. بتلاقي دلوقتي السرقات وبتلاقي القتل، اهلنا دلوقتي في دابوت قاعدين في السجون، ومنهم كبار السن عدوا 70 للاسف. هي دي اختلاف الثقافات. عشان كده دي صوري انا سنه 61 في قسطل، اخويا مصطفى من ادندان وانا من قريه قسطل، وعمنا الدكتور حمزه البكر من كل النوبه لانه علم من اعلام النوبه. دي صورتي انا سنه 61 انا واخويا مؤمن في قسطل القديمه، ودي والدتي ربنا يديها الصحه طول العمر، وده بيت جدي في قسطل القديمه، وده دي جدي وهو معاه الشبكه وعلى البحيره، وده الطمي بتاع بلدنا زمان. دلوقتي مفيش طمي على بحيره ناصر الا في منطقتين، منطقه قسطل وادندان وجرف حسين فقط لا غير. عندنا مسح شامل لكل ما تتخيلين. ده طمي متجدد ولا طمي متبقي؟ لا، من اثار الطمي القديم. لا، طمي متراكم من البحيره. متراكم. ودي بيت، ده البيوت، شوف البيت كان معمول من طين وكان بيقعد الاف السنين، ورغم كده نصر النوبة البيت بينهار في 5-6 سنين. يعني بيتنا احنا في قرية قسطل ما زال موجود، اتعمل ثلاث مرات احلال وتجديد. كل ده جدي رحمة الله عليه، ودول مسعد العليمين اللي هو انا واخويا النخيل بتاع بلدنا. اعتمادنا كان زمان على الزراعة، كان 53% من النوبيين بيزرعوا ويفلحون ويملكون اراضي زراعية. كان تجارة البلح، احلى بلح كنت تاخديه من عندنا هناك، صيد السمك، وكانوا قلة اللي بيشتغلوا في صيد السمك. التلاتة دول لما رحنا في اخر هجرة مفيش اي حاجة من الموارد دي، الدولة سلمتنا اراضي الزراعية بعد 10 سنين و15 سنة لما اهالينا جم على هنا، وارتباطنا بالنيل خلى النوبيين اللي اهلنا اللي جم تلاقيهم مرتبطين دايما بيقعدوا جنب النيل، القاهرة، اسكندرية، السويس، اسماعيلية، بورسعيد، راس غارب، كل دول متنطورين. طيب هل هي كلمة عودة؟ لا، هي كلمة عودة دي هي ممكن عودة بتخلف واستقرار واستفادة. هي لا، هي كلمة دي بتقلق الأمن، وأنا بكون صريح في أن أنا أديهم الأمن والأمان، عشان كده تم تحديد الست مناطق. لكن هي ناقصة تنمية وناقصة حاجات داخل دي هنا وقت الهجرة اللي حضرها أخويا مصطفى عبد القادر. فإحنا لو اتكلمنا عن التنمية في المرحلة الجاية وندي أمل للشباب إن هناك في اوريدي دلوقتي في منطقة خلصت، ولازم يتعمل فيه هناك مصانع، ولازم الدولة تنزل على أرض الواقع عشان تشوف معاناة الشباب، لأن البطالة عندنا 45%. دي شيء خرافي، رغم يعني إن إحنا وصلنا لمستويات عالية جدا من الثقافة والتعليم والشهادات المتخصصة. طبعا خلينا نقول ان اهل النوبه فيها مجموعه من الشباب المتفرد الامكانات والدراسات الاكاديميه. احنا ما بنتكلمش، احنا اهل النوبه حتى لو كانوا منعزلين ومفرقين الا انهم استمروا في حياتهم الطبيعيه من عمل وتعليم، والواجهه جميله والصورة أجمل. وإذا كانوا بيعانوا من البطالة فده مشكلة بتواجهها الدولة مصر كلها. أيوة، مش بسبب مش نقص بالنسبة مكانة بالنسبة أو نقص مهارة أو نقص دراسة أكاديمية. لا بس مش بالنسبة دي. يعني النسبة عندنا عالية جدا، وعلى فكرة البطالة بتترتب عليها العنوسة. احنا عندنا العنوسة 35%. ما انتوا اللي مش عايزين تجوزوا من برا النوبة. لا ده لازم خلينا نقول الحق بقى. لا هو اختلاف الثقافات دي بتعمل فجوة جامدة. وانا بطلب من الدولة ان لو عينت هناك محافظ او اي مسؤول يروح هناك لازم يدرسوا الاول كيفية التعامل او يكون عالم بالنوبة، عالم ان شاء الله. ان شاء الله هناك يتهيأ الامر بكل خير لاهل النوبة. هنروح لفاصل قصير نتابع فيه هذا التقرير ونعود لاستكمال حوارنا بمشيئة الله.
من وجهة نظرك ما هو دور الدولة لتحقيق التنمية الشاملة لأهل النوبة أو لأهالي النوبة؟ المفروض على الدولة اللي تريح أهل النوبة بقى وتبتدي توصلهم، ده المفروض من فترة طويلة، بس الحمد لله احنا جانا رئيس بيبص للبلد أجمع، البلد بأجملها يعني مش، فبالنسبة لدور النوبة هيتحقق والناس أهل النوبة هترتاح جدا 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 ويعيشوا أحسن من ما كانوا عليه. محتاجين إيه أهل النوبة من الدولة؟ محتاجين إن هم يراعوهم في كل حياتهم المعيشية، من ناحية شغلهم، من ناحية سكنهم، من ناحية عملهم، من ناحية توفير كل الراحة الأدمية، وده المفروض على الدولة هتعمله. أهالي النوبة هم جنوب مصر، هم حدود مصر الجنوبية، لازم أهالي النوبة ياخدوا حظهم الكاف، لأن الكتلة البشرية في الجنوب لابد أن تتواجد ويكون لها تنمية حقيقية. أهالي النوبة عانوا كتير في الفترات السابقة، عانوا عانوا عانوا، وأهالي النوبة نسيج من المجموع المصري، فيجب أن مصر ترعى وتحتضن أهالي النوبة. نسبة المياه الجوفية في الأبنية التعليمية في النوبة عالية، في بعض المباني وبعض المدارس في النوبة بتنهار، كتلة سكنية بشرية ضخمة في الجنوب لابد ولن تهمش، وفي عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي لن تهمش هذه الكتلة، لأن حدود مصر الجنوبية لا يحميها إلا أهالي النوبة. أنا من محافظة أسوان، من أهالي بلاد النوبة، قرية وادي العرب، إحنا منهجرين من 1963 في نصر النوبة، لأن نصر النوبة دي لغاية النهاردة ما فيهاش تنمية خالص، ولا الدولة عاملة لها أي حساب، لأن النوبة دي منطقة حيوية جدا، لأن إحنا حوالي قرى كتيرة قوي من أول أسوان لغاية العلائي، واخد بالك شرقا وغربا، فده كلها مناطق النوبة، مناطق النوبة النهاردة محتاجة، إحنا عندنا فعلا، إحنا عندنا وادي العلائي دي واخد بال حضرتك فيها مناجم ذهب، ما فيش حد بيستغلها لغايه دلوقتي، احنا منطقه وادي العرب دي المفروض يبقى فيها مشاريع، المشاريع دي ما خد بالك احنا عندنا اراضي شاسعه لا حد بيعرف عنها حاجه، ما خد بالك احنا بنزرعها، ما خد بال حضرتك احنا فعلا في ميه متوفره كل حاجه، احنا عندنا نهر النيل اللهم صل على النبي من موفر الميه للاراضي دي، لان احنا عاوزين ما خد بال حضرتك عاوزين شركه الاصلاح الزراعي دي تمهد لنا الاراضي الشاسعه اللي هناك اللي موجوده في نصر النوبه، ما خد بال حضرتك نصر النوبه دي منطقه حيويه جدا، احنا عاوزين يبص الأهل بالنوبة دي لأن النوبة دي مهمشة وإحنا عاوزين تنمية ليها. مشاهدينا الكرام، مشاهدي من مصر ومن النوبة، في حلقتنا النهاردة بجدد الترحيب بحضراتكم وبجدد الترحيب بضيوف الكرام، وأتساءل سؤال سأتوجه به لحضراتكم فرادة. مصر بيتصدرها الآن مجموعة من المشاريع القومية الكبيرة، وهي المستهدفة في الوقت الحالي للتنمية الاقتصادية بوجه عام. أي من هذه المشاريع يجب أن تنفرد بها منطقة النوبة؟ أم نحن نضع أعيننا وقلوبنا ورغباتنا في مشروع بعينه لتنمية هذه المنطقة ولتعويضها عما فاتها؟ دكتور حمزة. وبداية إعادة التسكين للنوبيين في المناطق الستة المقترحة. طبعا لا يمكن العودة بال 44 قرية إلى المناطق البحيرة النوبة، فالست التجمعات دي يخيل هي أنسب من الناحية المادية ومن الناحية البشرية أيضا، والتكتل هذا يراعى فيه، التكتل في الست مناطق دي يراعى فيه التواجد الذي كان موجود في النوبة القديمة. يعني طبعا النوبة القديمة من جنوب أسوان الكنوز، ثم بعد ذلك الجيب العربي، ثم بعد ذلك الفتيشة أو أهل القسم كما يطلقون عليه. فيجب في التجمعات الستة التي تم أو سيتم اختيارها في إعادة توطين أو إعادة تسكين أهل النوبة أن يراعى هذا التقسيم الذي كان موجودا قبل عملية خروج النوبة من نطاق الأقاليم. والثالثة. جميل. دكتور مصطفى، ببساطة شديدة جدا
تنفيذا لنص الدستور حتى بمشاركة أهل النوبة في المشروعات الكبيرة التي تقام في المنطقة لا أقل من أن يكون للنوبيين نصيب في مشروع المليون فدان التي تعمل اللي تعمل الدولة. إن شاء الله يكون النص ده زاد عند أهل النوبة التي تعمل الدولة على تعميرها في منطقة توشكا لا أقل شيء يعني. جميل دكتور أستاذ مسعد. أنا عايز أشير إن في خطة قصيرة وخطة متوسطة وخطة طويلة. لو اتكلمنا عن خطة طويلة فإحنا بنتكلم دلوقتي الدولة بتدرس عمل زراعة على بحيرة ناصر ل 500 ألف فدان. بتمنى ال 500 ألف فدان دول زراعات شاطئية اللي هي هتتم في خلال شهور قليلة قادما. بتمنى أن تستفيد منها شباب النوبة وشباب أسوان ويكون في اكتفاء ذاتي في المحافظة لأهلها أولا وللنوبة أولا. عشان كده بنقول يجب وضع حل جذري لمنطقة نصر النوبة في المساكن الحلوة والتجديد. يجب تعيين اثنين مش تعيين مجلس الشعب أعضاء مجلس الشعب كرسيين وليس كرسي واحد. يجب عمل خريطة وثائقية لمركز وبندر أسوان لكل المقيمين من النوبيين في مركز وبندر أسوان لتحديد الظهير الصحراوي اليوم. ست مناطق يجب البدء في المنطقة الثانية أبو سمبل الفرجوندي فورا ويوجد عندنا كل المواثيق التي تثبت حقوق أهالي النوبة وتحيا مصر. من غير مواثيق انتوا في القلب وفي العين وفي الوجدان عند كل المصريين وبمشيئة الله تكون الدولة عينها وقلبها معاكم في الفترة القادمة بمشيئة الله وإيديها كمان. احنا عايزين تنفيذ لكل اللي احنا قلنا عليه اليد السرية كمان بمشيئة الله ان شاء الله. مشاهدينا الكرام بأجدد شكري وفخري وجود حضراتكم معايا في استوديو من مصر الأستاذ الدكتور حمزة محمد الباقر المستشار السابق بجامعة الدول العربية وأحد أبناء النوبة الأجلاء. سعدت بوجود حضرتك معانا النهاردة وتسامحنا إذا كنا تعبناك معانا. لا أبدا. دكتور مصطفى محمد عبد القادر عضو لجنة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة وخبير التراث النوبي سعدت بوجود حضرتك معانا وبكفاحك الدؤوب لتأكيد حقوق أهل النوبة. شكرا جزيلا. الأستاذ مسعد هركي رئيس المؤسسة المصرية النوبية للتنمية وأحد المكافحين الدائمين في برامجنا وفي غيرها إعلاميا لمساعدة أهل النوبة على إحقاق حقوقهم واستحقاقاتهم سابقا ولاحقا ودائما بمشيئة الله. حقوق أهل النوبة حقوق المناطق الحدودية في مصر في العين والقلب وبمشيئة الله اليد كمان في تنفيذ كل المشروعات اللي ترجع لمصر كلها حقوقها الاقتصادية بمشيئة الله. أرجو أن تكون اليد سخية إن شاء الله يا رب. كلنا في احتياج لهذا السخاء لكن إحنا اللي هنقدر نزود الثروة عشان نستفيد بمشيئة الله. أشكركم وسعدت بوجود حضراتكم معنا. مشاهدينا الكرام مشاهدي قناة النيل للتعليم العالي كنا معا من مصر أم الدنيا بنوبتها وسلمها وسيناءها وكل مناطقها الحدودية اللي هتبقى في القلب في القريب العاجل بمشيئة الله. شكرا لكم وإلى لقاء آخر إن شاء الله.